اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. رجعنا لكم مع ضيفي الكريم الباشمهندس محمد الجمال. الباشمهندس محمد الجمال هو رئيس مجلس اداره الشركه المصريه الكويتيه وصاحب مبادره احياء تربيه الخراف البرقي. طبعا مشروع الخراف البرقي ده كان موجود اوريدي في مصر من فتره كبيره، ويعني دلوقتي الباشمهندس عمل مبادره ل يعني اعاده اهتمام الدوله بالمشروع ده. فخلونا بقى نعرف اكتر من البشمهندس محمد ايه فكره المبادره. اهلا وسهلا بيكي، بشكركم على حسن الضيافه بتاعتكم. مبادره احياء سلاله الخروف البرقي دي موجوده في محافظه مطروح في جنوب العالمين على مساحه 1000 فدان. هي احياء سلاله الخروف البرقي من الانقراض. مصر كانت مشتهره بالسلاله، وكان بيجي في موسم عيد الاضحى بتصدير السلاله الى دول الخليج. في العهد السابق جه بعد عدم الاهتمام بالسلالة فأعطانا انقراض للسلالة. كانت السلالة من 7 سنوات قبل ما نبتدئ كانت عملنا إحصاء ليها يعني في حدود 300,000، وكان يعني السلالة خلاص على وشك الانقراض. بفضل الله قدمنا الدعم للمربيين، ودلوقتي دخلنا في عدد لا بأس بيه. يعني باشمهندس، ازاي يعني كان رد فعل المحافظة لما حضرتك عرضت عليهم المبادرة؟ طبعا المحافظة مع اختلاف المحافظين، طبعا احنا 7 سنين في كذا محافظ اتغير، كان كلهم بيتعاونوا معنا في المبادرة. التعاون الأكتر للمربي، المربي كان عنده اهتمام ان السلالة تكون موجودة، و كان عايز يبقى محتاج دعم من قبل الشركة. احنا قدمنا له الدعم المعنوي اول حاجة، والدعم اللوجستيك اللي هو عن طريق العلف. عملنا نظام مقايضة، التبادل بالعلف مقابل اللحمة، يعني المربي احنا نديله العلف بتاعه اللي محتاجه ويربي، ونقدم له الطب البيطري، واحنا ناخد في الاخر التربية بتاعته اللي هو اللي رباها يعني. واحنا بنقوم بالتسويق، يعني بنقوم بتسويق المنتج، يعني بفضل الله بنصدر لدول الخليج. يعني هو التسويق اهم طبعا. ركن في دي اهم حاجه، ما هو المربي لو لقي الركن التسويق بيتسوق ومش شايل همه هيديك انتاج اكتر. يعني ده متهيألي كمان حضرتك يعني ممكن تساعد ان الناس تعمل مشاريع في بيتها. طبعا ده المشروع ده سهل جدا وتعمل في البيت. ممكن تبتدي بخمس خرفان. وده موجود عندنا بعض الشباب اللي احنا قدمنا لهم دراسه بتبتدئ من 10 خرفان، وبالفعل دلوقتي ما شاء الله بقى تجار يعني. طب ازاي مثلا كانت مشاركه الشباب في المبادره بتاعت حضرتك؟ الشاب طبعا بيجي لنا معانا شباب ما شاء الله في مش محافظه مطروح بس، في جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. بنديله الدراسه وبنديله الطب البيطري، بنقدم له خدمه الطب البيطري والمتابعه طبعا، وبنعرفه ازاي يقدر يعالج الخروف لو الخروف في مشاكل ما عنده، وبنديله الوعي البيطري للخروف يعني. وما شاء الله في شباب انتجت انتاج كويس لا باس به يعني. طيب هل مثلا بيكون في اداره من قبل حضرتك للشباب اللي بتكون مشتركين في المبادره؟ احنا اول حاجه بندي تدريب سلوكي على ازاي يتعامل مع الخروف. تاني حاجة بنديله دراسة ازاي يقدر ياخد 4 دورات من الخروف. دورة الخروف بتتراوح من 3 شهور ل4 شهور. خلال الفترة ديت بيبقى فيه انتاج، طبعا الانتاج دوت بينتج في الثلاث شهور الاولين في الدورة الاولانية، وهي عبارة عن معدل تحويل للخروف. معدل التحويل للخروف يتراوح من 250 جرام ل 300 جرام. باشمهندس انا عاوز اعرف بقى من حضرتك يعني ايه هي ميزه الخروف البرقي؟ عاوزين الناس كمان تعرف عنه، يعني انا حضرتك بتقول لي كلتي خروف برقي، قلت لك مش عارفه بصراحه، ممكن اكون كلته بس ما اعرفش، فحضرتك يعني اشرح لنا اكتر ايه هي مميزات الخروف البرقي؟ طبعا معروف في مصر هنا احنا مش اكلين غنم اللي هو الضاني اللي احنا بنقول عليه الضاني. معروف كان معروف ان الضاني معروف يعني شديد الدهون فيه.
الخروف البريء ما فيش الكلام ده، نسبة الدهون لا تتجاوز 10%. ريحة الخروف ريحة طيبة جدا، ما فيش روحة زفارة فيه. معدل التحويل بتاعه عالي، أكله كله هيلسي أورجانيك، بيأكل الحاجات اللي هي اللي طالعة من الطبيعة بتاعت اللي طالعة من طبيعة الأرض، يعني هي الخضروات، يعني الخضروات اللي بتطلع في الأرض ديت. الخروف نسبة الدهون لا تتجاوز 10% على حجم الخروف يعني. طب يعني هل شايف حضرتك ان مبادرة حضرتك ممكن تعمم في محافظة مطروح؟ احنا بالفعل احنا حاليا عاملين كذا بروتوكول تعاوني، يعني مش عايزين نذكر اسامي المؤسسات اللي احنا بنتعامل معاها، بس منهم مثلا وزارة التضامن، يعني الدكتورة نيفين مهتمية جدا بالمبادرة، معالي الوزير، معالي الوزير برضو مهتم، وزير الزراعة مهتم، بنك ناصر الاجتماعي مهتم جدا بالمبادرة، سيادة الرئيس مهتم جدا بالمبادرات ديت اللي هي بتساعد محدود الدخل يعني. يعني حضرتك طبعا اتكلمت عن معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وكمان معالي الوزير سيد القصير، فخلينا كمان نروح نشوف التقرير عن الخروف البرقي ونشوف يعني ليه معالي الوزراء اهتموا بالمبادرة دي. البرقي هو الحيوان الوحيد او الخروف الوحيد اللي يتأقلم في الجو ده او في الصحراء اللي هي الصحراء الغربيه. هو يتميز عن غيره من السلالات كمثلا فلاحي او وسيمي او رحماني، ان البرقي عنده قوه تحمل وبيتأقلم مع الجو والمناخ بتاع الصحراء القاسي سواء برد او حراره، فهو بيتحمل البرد وبيتحمل الحراره. حاليا شغالين في التسمين، الخروف بنشتريه طبعا من مطروح، من مسقط طقس البرقي بالنسبه لمصر ماشي، فبنستقبل الخروف طبعا في فريق طبي او معانا استشاري بيطري بنشرف على الشراء، بنشرحها كويسه جودتها كويسه. الاول بنتعامل معاها، بنحجنها قبل ما ننقلها من مكانها بضغط حيويه، وبتاخد حمى النقل قبل تنقل بثلاث اربع ايام او اسبوع، بعد كده بيتم النقل ماشي، بتخش المزرعه عندنا في عنبر الحجر، تنحجر فتره 15 يوم ماشي، عشان لو فيها اي مرض او حمل المرض ما تاثرش على القطيع اللي موجود في المزرعه عندنا ماشي. بعد كده تطلع من الحجر بتاخد بقى ايه البرنامج بتاعها. البرنامج عندنا عباره عن اربع شهور، 120 يوم علف مكثف. الخروف اللي وزنه 50 كيلو بياخد 25 كيلو ربع علف في اليوم ماشي. في طبعا برنامج اللي هو برنامج التحصينات ماشي، فطبعا هو اول ما بيخش ياخد عندنا مثلا بيتحصن من اول ما ياخد جرعه دان كبديه، بياخد حقنة ايفومج ماشي، الطفيلات الداخلية والخارجية. احنا منتجنا متميز بانه من اجود انواع المنتجات، وعشان ان احنا ماشيين بنظام غذائي معين عن طريق الدكتور عبد الله مسعود، النظام ده هو اللي مميزنا كشركة وطنية كويتية ومميز المنتج بتاعنا. نصحى الصبح نقوم ندم نسلم المداول بتاعتهم، وبعد كده نوزع العلف بتاعهم نحطه في المداول، وبعد كده نفرده في المداول، بعد كده نطلق الغنم جوه ياكلوا، بعد ما نطلعهم نحط لهم قشرة فول سوداني برا نلف فيهم، لو لقيت فيهم حاجة تعبانة نغطها واركنها في العزل عشان الدكتور بيجي ايه يعالجهم ماشي، وبنلف فيهم على طول يعني، والمية بنملاها متوسر على طول عشان ايه
المغنم ما تحتاجش مني. الشركة الوطنية الكويتية عاملة دعاية مكثفة فموصلة صوت وسمعة الغنم البرجي للجمهورية كلها. فبالتالي الناس بايه على السوشيال ميديا بتشوف وتتفرج وبتحب تسأل، فبيتصلوا بيحجزوا خرفانهم بتاعت الأضاحي أو العقائق أو أي مناسبات من عندنا. شفنا تقرير عن تربية الخراف البرقي. يعني عاوزة بقى أسأل حضرتك بقى باشمهندس، يعني حضرتك كنت اتكلمت إن في تعاون من وزارة الزراعة ومن وزارة التضامن الاجتماعي، طيب يعني هل في مطالب من حضرتك معينة من وزارة الزراعة؟ مطالبنا لوزارة الزراعة هي مش معنية بها وزارة الزراعة بس، يعني ممكن لو معالي الوزير يقدر يساعد يكون شاكرين لي. يعني احنا كنا عاملين مشروع متكامل، يعني بحيث ان الخروف يتربى ويطلع في الاخر المنتج المستهلك الاخير. يعني كنا عاملين مجزر آلي، كنا خلاص على وشك انتهاء ان احنا ناخد الرخصة. طبعا جت تغيير جهة الولاية بالنسبة للأرض، فجهة الولاية راحت لهيئة المجتمعات العمرانية، فهي الرخصة بتاعت المجزر واقفة لحد دلوقتي. مشروعنا متكامل جدا، يعني التقرير طيب ما خدش واقفه عشان خاطر موافقه هيئه المجتمعات العمرانيه بالنشاط نشاط المجزر. يعني جهه الولايه كانت في المحافظه وتغيرت راحت المجتمعات العمرانيه، وحاليا مستنيين رد المجتمعات العمرانيه على استخراج الرخصه. يعني هي دي المطالب بتاعتنا، لو معالي الوزير يقدر يساعدنا يكون شكل بالتأكيد. يعني طبعا يعني كل مطلب بيكون في البرنامج هنا بيوصل لمعالي. خلينا طيب أسأل حضرتك عن تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع مبادرة حضرتك، هل يعني ممكن تنفيذها في برنامج المرأة المعيلة ضمن حياة كريمة؟ طبعا المبادرة احنا قعدنا مع المستشارين في وزارة التضامن واعطنا لهم الدراسات بتاعتنا، وحصل مقابلة مرة واثنين وثلاثة، وقدمنا ازاي نقدر نساعد محدود الدخل. المبادرة تقدر تساعد الأسر، ويقدر أي حد ياخد عدد من الخرفان وربيهم، وإحنا نتولى موضوع الإشراف. هل مثلا يا باشمهندس يعني تربية الخراف البرقي هل في محافظة مطروح، هل محافظة مطروح يعني في مثلا في الجو أو في التربة هناك أو كده يعني حاجة معينة عشان كده المشروع ده بينجح هناك، ولا برضو ممكن ينجح مثلا لو حد في القاهرة أو في الأرياف؟ لا بالعكس، الخروف يتربى في مطروح ويتربى في الفيوم ويتربى في المنوفية. الخروف الأجواء بتاعته هي أجواء جمهورية مصر العربية، بس يمكن الشاطرين أو أكتر والفاهمين الخروف وهو موجود عندهم هو محافظة مطروح. يعني محافظة مطروح يعتبر زي ما بنقول كده هو ده الخبزة بتاعت العيش والعيش بتاعهم، العمل بتاعهم للمربي اللي هناك. يعني فهو مكتسر هناك، هو أكثر سلالة منتشرة هناك أكثر عن أي محافظة تانية. طيب هل مثلا يا باشمهندس يعني سعيت أن حضرتك تعمل بروتوكول مع محافظات تانية؟ يعني حضرتك عامل مبادرة، المبادرة دي ممكن تعمم على كذا محافظة، لأن حضرتك هتحل مثلا مشكلة البطالة مثلا لو صحيح. في شباب عاوزة تشتغل، في برضو ناس عاوزة يعني أفكار، عاوزة ممكن عنده طاقة لكن مش عارف الفكرة إيه، مش عارف يمشي إزاي. طيب حضرتك بتقدم له مبادرة ممكن حضرتك تستفيد منها والشاب يستفيد منها، هل مثلا سعيت أن ده يتم في أكتر من محافظة؟ طبعا احنا في شباب عندنا من خلال الكول سنتر المختص بالشركة، في شباب جم وخدوا مننا الدراسة وقعدنا معاهم وعطناهم دورة تدريبية، ما شاء الله بينتجوا دلوقتي بس الله. مش في مرسى مطروح بس، يعني المنصورة والمنوفية الفيوم بني سويف سوهاج وجنة موجودين ما شاء الله جداً. منتشرين، خروف منتشر داخل جمهورية مصر العربية.
باشمهندس محمد، يمكن حضرتك برضو يعني نموذج يعني لريادة الأعمال ونموذج يحتذى به للشباب. طيب أنا عاوز أعرف من حضرتك إزاي بدأت ويعني إزاي تمكنت من الحصول على دعم الحكومة؟ إحنا حاليا بالنسبة لدعم الحكومة ما خدناش أي دعم من الحكومة. إحنا الدعم المعنوي من الحكومة موجود من معالي الوزير زي ما أنا قلت لحضرتك، اما الدعم الشركه هي اعتبر الشركه هي اللي قائمه على المشروع. احنا بدانا من 7 سنين، اول ما بدانا كنا بادئين في جنوب العالمين، ما كانش العالمين ما كانش لسه بالجمال بتاعها اللي موجود حالي، كانت عباره عن ارض صحراويه خدناها عملنا استصلاح، زرعنا ما يعادل حوالي فوق ال 300 فدان من اعلاف للغنم واعلاف للاكل للاغنام، وبدأنا ننتشر وندي وعي للمحافظة مطروح. بعض المربين كان عندهم ثقافة إن لحمة الإناث أكثر جمالا وأحلى من أنا عرفت كمان إن حضرتك عامل مبادرات مع الأحزاب ويعني عاملين شغل حلو. طبعاً. طيب هناخد بقى يعني المتحدث باسم حزب حماة وطن الدكتور عمرو سليمان، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا فيك يا فندم. دكتور عمرو، طبعا معانا النهارده الباشمهندس محمد الجمال صاحب مبادره تربيه الخراف البرقي، واكيد طبعا يعني في مبادره من سيادته مع حزب حماة وطن. هو يعني حزب حماة الوطن يعني من الاشياء اللي بيدعمها المشاريع القوميه الخاصه بتوجه القيادة السياسية فيما يخص الأمن الغذائي وما يخص الاستثمار في الغذاء عموما وجودة الغذاء. الحقيقة أن الباشمهندس محمد يعني هو نموذج يحتذى به في الاستثمار وفي طريقة إدارة مشروع زي تربية الخراف البرقي، لأنه ده إضافة في الجزء ده فيما يخص الثروة الحيوانية في مصر، ويمكن ده يتوافق مع رؤية الحزب وقيادات الحزب والقيادة السياسية طبعا فيما يخص توفير الثروة الحيوانية والاكتفاء الذاتي منها، وده جزء مهم في الأمن الغذائي المصري حاليا، ولا يخص فقط العدد ولكن يخص جودة المنتج، وده اللي شدنا مع الباشمهندس محمد انه جودة المنتج في الخروف البرقي تمثل حجر زاوية، لانه ده جزء من جودة حياة المصريين والحياة الكريمة التي نبحث عنها والتي دائما القيادة السياسية ما تؤثر ليها وتشير اليها طول الوقت. ويمكن الإضافة اللي نقولها برضو هي ما نقدمه في مجال الغذاء من براند، احنا بنقدم علامة مميزة جديدة على السوق المصري، بل وتتجاوز للسوق الإقليمي والقاري التصدير اللي هينتهجه الباشمهندس محمد في الفترة القادمة على حد علمي. الحقيقه دكتور عمرو انا يعني مبسوطه بان يكون يعني دور الحزب توفير او تنفيذ مبادره زي مبادره الخراف البرقي، لكن عاوز اسال حضرتك ازاي يعني شفت تفاعل الشباب مع المبادره دي من خلال الحزب؟ اولا الباشمهندس محمد كانت الفكره اللي عنده فيما يخص انه يتبادل ما بين العلف وما بين الخراف، دي حاجه لطيفه جدا، لانه دائما المربي يبحث عن العلف، طب العلف ده هيبقى في مقابل ايه؟ في مقابل التربيه، طب التربيه دي هعمل بعدها ايه؟ بيعها هيبقى عامل ازاي؟ فطبعا ده ابتدى يجتذب جزء من المربين وتحديدا في منطقه مطروح والعالمين اللي استهدفها الاول الباشمهندس محمد،
ثم الاستهداف القادم فيما يخص الواحات برضو نفس القضية. احنا عايزين ننشر الثقافة بتاعت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة أنواعها مهما كان، لأنه التحول من ثقافة الاستهلاك للإنتاج ده توجه هام للقيادة السياسية، مهمة جدا طبعا، لأن احنا يعني منطق الكلام كثيرا، بضاعة الكلام لا تنفذ، ما بنبطلش كلام، ولكن النهاردة جزء هام من إعادة البناء وبناءنا في الإنسان أن تكون الثقافة عندنا هي ثقافة الإنتاج والجميل كمان ان يكون في احزاب بتراعي الدور المجتمعي ليها وبتحاول انها تعمل تنفيذ لمبادرات مهمه زي مبادره الخراف البرقي. انا بشكر حضرتك يا دكتور عمرو. يعني طبعا دكتور عمرو يعني اثنى على دور حضرتك. دكتور عمرو جميل. خلينا يعني عاوز اعرف اكتر برضو، كان مبادره حضرتك مع الحزب ازاي تم تنفيذها في حزب حماة وطن؟ حزب حماة وطن في بعض الكوادر اللي بتساعد وبتدي الدعم للمبادره، ده دعم جامد جدا يعني ما شاء الله. اعطونا كل اللي احنا محتاجينه في المبادره، كل التدريبات بيوفرها الحزب لينا، بعض الحاجات الاعاقات اللي احنا ممكن نقابلها الحزب تماما بيساعدنا فيها، فده اعطانا التوسع ان شاء الله خلال الفتره الجايه باذن الله. باذن الله. باشمهندس، يعني هل سلالات المعز والاغنام بتحتاج لتحسين؟ طبعا تحسين سلاله ده مطلوب، يعني النهارده حجم الخروف وزن الخروف يتراوح من اقصى حاجه 60 كيلو، احنا ممكن عندنا الخروف العسافي اللي موجود في فلسطين ده وزنه بيتعدى ال 120 كيلو. معز البر دلوقتي من ضمن الحاجات المهمه جدا من الالبان مثلا، من فيها جميع مشتقات الالبان بيطلع من معز البر، فطبعا في تحسين للسلاله. خليني اقول لك استاذه الفاضله ان مصر اهتمت الفتره يعني الفترة حاليا اهتمت بالغنم، انما كان قبل كده كان الاهتمام كله للانتاج الحيواني وخاصة الابقار. يعني عندنا سوق واسع بالنسبة للغنم زي سوق الخليج، الخليج ما بياكلش ابقار، كل اكلهم اغنام بس، وده سوق يعني، وده حتى احنا لقينا ترحاب جدا لما بدأنا نشتغل ونصدر، كان سوق الخليج كله واسع معانا زي الامارات والكويت والسعودية مطلوب. هل يعني تم تصدير الخراف طبعا البرق؟ طبعا طبعا. صدرت الايه؟ احنا صدرنا لدوله الكويت الشقيقه ودوله الامارات والسعوديه والبحرين، مطلوب مننا عدد خرفان، وده بيدي على فكره، واحنا لما بنصدر فبيعيد للمربي، يعني احنا طبعاً. لما بناخد لما بيجي لنا مثلا طلبيه للتصدير مثلا زي دوله خليجيه، فبرضه بناخد من المربي، بيبقى عنده دوره تكثيفيه، بنديله علف بزياده، بنديله خصم على البونص على العلف بتاعه. توسع كمان دايره يعني رياده الاعمال، او توسع دايره الشباب اللي تشتغل. كنا بادئين بمحافظه سيدي براني، دلوقتي حاليا معانا تسعة كنا بادئين بمدينه سيدي براني، دلوقتي معانا الضبعه ومعانا الحمام ومعانا برج العرب، كل ده مربيين بياخدوا مننا نظام المقايضه، العلف مقابل اللحمه، ودي حاجه كويسه جدا يعني، والمربي يربي ويوكل واحنا بندي له الاشراف الطبي البيطري، وفي الاخر هو خلاص باع الخروف بتاعه كده. طيب هل باشمهندس مثلا لو جالك شاب، او انا مثلا هو جيت لحضرتك قلت لك انا عاوز اشتغل مع حضرتك في المبادره دي، بس انا ما اعرفش اي حاجه عن الخراف البرقي، ايه بالظبط اللي بيتم؟ اول حاجه طبعا يجينا الشرف ان انت تيجي معانا في المبادره. الشاب لما بيكون موجود معانا بنلبسه اللبس بتاع اللي انت شفتيه بتاع الشباب اللي موجوده، وبيطلع يقعد مقيم في المزرعه، بيعلموه الشباب اللي هناك ازاي يتعامل مع الخروف، واحنا عندنا الخروف بيعمل تمارين الصبح، بياخد زي كده المسافه بتاعت المزرعه 4 كيلو رايح و4 كيلو جاي، فده طبعا بيخلي نسبه الدهون بتخف طبعا. الخروف لما بيعمل رعي وبالذات الصبح وبيرجع تاني،
فاوريدي طبيعي ان نسبه الدهون عنده تكون معدومه تماما. يعني حضرتك مثلا بتعمل له زي كورسز ان هو ازاي يتعامل صحيا كمان مع طبعا 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 الخروف. طيب يعني بالنسبه لي هل في مثلا قبلها بيكون في كورسز نظري مثلا؟ اه طبعا عندنا الاداره هنا عندنا في المعادي، فبيجي الطالب اللي هو او الشاب اللي عايز يبتدئ معانا في المشروع بيقعد مع الدكتور احمد بهاء، بيديله بعض الدورات التدريبيه وبيعرفه ازاي الدراسه بتبتدئ معاه، وبتبتدئ معاه واحده واحده. يعني هو بقى بيتم توفير يعني ايه اللي هو بيكون مسؤول منه مثلا ان هو يجيب الخرفان دي بتبقى بتاعته وحضرتك تديله الاعلاف بس؟ هو المربي اللي جاي يتعامل معانا هو بيبتدئ يقول مثلا انا امكانياتي ان انا اخد 10 خرفان او 15 حسب الامكانيات بتاعته. حضرتك بتديله الخرفان؟ احنا بنديله الخرفان وبنديله العلف وبنديله اشراف الطب البيطري كمان. تمام. اشراف الطب البيطري بحيث ان هو فين مكانه، وبيطلع له حد تابع المكان بتاعه بيطلع يبص على المنتج بتاعه ويتابعه ويشوف لو في حاجه بيبلغه بيها، وبيديله تحصينات. يعني الخروف بيتحصن قبل ما بيروح له يعني. طب باشمهندس يعني ايه هي الشروط اللي المفروض تكون متواجده في الشاب اللي هيجي لحضرتك علشان يشتغل مع حضرتك؟ يكون عنده طموح بس، اي حاجه تانية احنا بنقدر نحلها. تعلمه. عنده دافع. طبعا عنده دافع ان هو ينجح، انما معاه معاه فلوس بس ما عندوش دافع ان هو ينجح. طب هل في برضه حد للمكان مثلا مكان التربيه، هل مثلا لازم يكون عنده مكان مجهز ولا؟ طبعا لازم يكون عنده مكان يكون مجهز، واحنا دي اللي يهمنا طبعا. الخروف لازم نشوف المكان اللي هيكون موجود فيه الخروف، بنعين المكان ده طبعا نظري، وبيطلع حد من الدكاتره بيبص عليه، ولو في بعض التعديلات البسيطه بنقول. يعني هي تربيه الاغنام مش محتاجه، يعني اللي احنا عاملينه ده يعتبر للغنم لوكاندا يعني، انما لا هو الغنم ابسط ده بيطلع يتريض الصبح يعني. لا ابسط من ابسط من كده يعني. الخروف بسيط جدا يعني، مش ما بياخدش التكلفه اللي هي التكلفه الكبيره. المشروع ممكن الشاب يبتدئ يعني ب 15000. 15000 جنيه يوفر من خلالهم ايه؟ يجيب منهم 10 خرفان ويبتدئ ان احنا نديله العلف ويربي، ونبتدئ نعمله بقى متابعه طب بطري، ودوره بتخلص عنده كل 3 شهور او 4 شهور، دوره مكثفه يعني السنه ممكن ياخد فيها 4 دورات. هل برضو بتراعي حته ان يبقى يعني ممكن يصدر المنتج ده، ولا حضرتك اللي بتاخد الجزء بتاع التصدير؟ شوف اقول لك على حاجه، اهم حاجه في الموضوع بتاعنا ده التسويق. احنا بنشيل اهم حاجه عن المربي، اللي هو بدل ما يعني ان انا هبيع بعد ما اربي هبيع الخروف فين، احنا بناخده منه بيطلع الخروف بعد طبعا بعد ما بيجي الطب البيطري يفحص المنتج بتاعه ويشوف المناسب، فبناخده بيطلع المجزر يتذبح وبيتوزع على النقاط اللي احنا بنتعامل بيها. مؤخرا ان شاء الله بنعمل مراكز بيع للشركه يعني، في براند كويس جدا يعني ان شاء الله تتابعيه باذن الله. يعني هل في انواع معينه للاعلاف؟ هي مش بصي، هو العلف دي حاجه بنديها للخروف عشان يقدر يتقوى، اما اكل الخروف هو الرعي الصحراوي الرعي الطبيعي. فطبعا تركيبة العلف دي تركيبة مخصصة بالشركة يعني. دكتور باشمهندس سوري، هل يعني انا عاوزة من حضرتك كده كلمتين لكل الشباب اللي بتفكر انها تشترك مع حضرتك في المبادرة؟ طبعا احنا بقول للشباب اهلا وسهلا بيه، يجي واحنا هنقدم له كل الدعم، بنديله الدراسات المختصة بالمشروع، نديله الدورة التدريبية. أهم حاجة يكون عنده طموح. لو الشاب ما عندوش طموح مش هيعرف ينتج معانا. موضوع صبر، محتاج صبر بس. فأهلا وسهلا بالشاب، أي شاب حابب يجي يشتغل أهلا وسهلا بيه.
يعني انا بشكر حضرتك يا باشمهندس محمد، وان شاء الله يعني فكره حضرتك تعمم على مستوى الجمهوريه ويكون في اقبال كمان، وكمان ده منتج يشرف مصر قدام العالم العربي. فانا بشكر حضرتك وان شاء الله كمان يكون صوت حضرتك وصل للمسؤولين. فانا بشكر حضرتك وبشكر جمهورنا. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مع فقره جديده.